الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم، ما معنى حديث فك العاني؟ الحمد لله، هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض وإطعام الجائع وفك العاني، وهو حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه، وقد رواه الإمام البخاري بلفظ فك العاني وأطعم الجائع وعود المريض. هذه ثلاثة أشياء أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله فك العاني، المقصود بالعاني أي الأسير، أي فك الأسير الذي عند الكفار من أسره. فإذا اختطف الكفار رجلا مسلما أو أسروه من جنودنا، فإنه يجب علينا أن نسعى جميعا معاشر أهل الإسلام في فكاك أسره، حتى ولو دفعنا لهم أموالا طائلة في فك أسره فإنه لا بأس، بل حتى لو دفعنا في فك أسره من الزكاة فأيضا لا بأس، لأنه يجب علينا أن نفك أسره، ففك أسره فرض كفاية على عموم الأمة، لا يجوز للأمة أن تقصر فيه إذا علمت أحد الأسرى من المسلمين في بعض بلاد الكفر، فيجب علينا أن نفك أسرى المسلمين من بلاد الكفار ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، حماية لدينهم وإبعادا لهم عن التعذيب الذي ينالهم من جراء سلطة الكفار عليهم، والله أعلم.